قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنساش تحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يظهرلك كل الفيديوهات الجايه الجديده. اهلا بيك في سلسله كلام وبس. طبعا عارفين كلنا عارفين برنامج رامز مجنون رسمي، وكلنا بنتابعه بعد الفطار وبالذات في رمضان دايما. يعني رامز جلال بيبهرنا يعني البرامج بتاعته والتكنولوجيا اللي كل شويه بيقعد يفكر والافكار المرعبه اللي بتجيله. وطبعا كلنا بنقول طب ليه رامز جلال ما فكرش انه يجيب يعني واحد مشهور جدا جدا وكلنا عارفينه وهو محمد صلاح؟ ليه ما فكرش انه يجيب واحد زي محمد صلاح؟ هل رامز جلال كلم محمد صلاح وقال له تعالى ورفض؟ هنشوف كل ده مع بعض. نجوم الكره ابطال اعلانات رمضان واربعه لاعبين في مصيده رامز مجنون رسمي. مع بداية الموسم الرمضاني سواء الاعلانات والبرامج كان للاعبي كرة القدم الظهور الابرز مع اول ايام شهر رمضان المبارك، ويقع اختيار البرامج والاعلانات على لاعبي كرة القدم خاصة انهم لا يظهرون كثيرا خارج المستطيل الاخضر، ما يمنح تلك البرامج والاعلانات نسب مشاهدات عالية لحلقاتهم. صلاح ومكة، يعد ظهور محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي في حملة اعلانية لاحدى شركات الاتصالات هو الابرز والاكثر استحواذا على اهتمام الجماهير، ليس فقط لأن اللاعب أحد نجوم الصف الأول في العالم في الوقت الراهن، بل لظهور ابنته مكة في الإعلان ليظهر حالة الحب والبهجة التي تجمعهما خلال الإعلان. وكمان ممكن يظهر في آخر حلقة من برنامج رامز مجنون رسمي، وده توقع مني. عصام الحضري كان حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، هو حديث موقع التواصل الاجتماعي بعد أن حل ضيفا في الليلة التي سبقت أول أيام شهر رمضان المبارك على برنامج شيخ الحارة تقديم المخرجة إيناس الدغيدي بعد كشف البرنامج زواجه من إحدى الممثلات في السر وهو ما نفاه الحارس. نجوم القطبين في فخ رامز مجنون رسمي، يعد برنامج الفنان رامز جلال هو أحد أبرز برامج الموسم الرمضاني، وكشف البرومو الخاص بالبرنامج وقوع عدد من النجوم القطبين في فخ مقالبه. على رأسهم محمود كهربا وعلي معلول لاعب الاهلي وطارق حامد واشرف بن شرقي لاعب الزمالك. بس كده فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنساش تحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل الفيديوهات الجايه الجديده. وبس كده، عصابه ايبي فيديو، ايبي فيديو جانج، وسلام.